سالي اتحولت للتحقيق النهاردة. عايزين تعرفوا طبعا هي سالي اللي عندها 13 سنة، البنت الصغننة، البنت اللي من بنات مصر ويا حلاوة بنات مصر، اتحولت للتحقيق ليه؟ اسمعوا القصيدة دي. حس يا سيادة الريس بينا، حس بالنار اللي ولع فينا، حس بشهيد حلمه ضاع، حس بقهرة أهالينا. ليك رب هتقابله هتقوله إيه لما يسأل جنابك علينا؟ حس بجدع عياله قاعد نزل يوكلهم فكرامته اتباعت، اتسحل واتعرف وسط حكومتك وبعد ده كله حقوقه ضاعت. لما تعرى المصري الهمام، لما اتسحل واستغليت إن راجل جعان وعاوز تكممه وتكتف عزته وتهز بلدنا بلد الشجعان. لا مش هسكتلك ولا سيبك تنهش في لحم بلدي زي زمان، مصل خلاص من الموت ما عدتش بخاف. عارف الموت؟ عارف معناه؟ الموت أحلام بتموت وبزيط، الموت مش بس موت الحياة، الموت صديق عمري يروح وصاحبه يتوه مجراه، الموت مش بس روح بتطلع، الموت ابن يموت وأم ما تقدر تنساه، الموت أب انكسر ظهره ابنه كان ظهره قواه، الموت يعني مستقبل بيموت ويتزيع وتموت أحلامك وياه. حق اللي تعرى فين يا ريس؟ ولا هو اللي عراه أصلا مين؟ اللي عراه زيابة ملهاش إحساس، اللي عراه كلاب مسعورين، اللي عراه سكوت، اللي عراه جبروت، اللي عراه سلطة بتكسر عين. ورسالتي أخيرا لنظام جبان، نظام فاسد ملوش عنوان، لو هموت لو دمي منك يلاقي الجحود وتهددني بسجن ظلام ولا لوجوده أي وجود، مش هتسكت فيا الصوت، مش هتسكت فيا الصوت، مش هتسكت فيا الصوت.